مساء الخير لجميع الأحبة. أنا اليوم موجود على جبل الكرمل في دير المحرقة، هذا المكان الذي قدسه الله تعالى بواسطة النبي الياس، مار الياس الحي، هذا الشاهد على الإيمان الحقيقي بالله الحقيقي، الله الحي الحاضر في وسط شعبه. نحن اليوم قدسنا في هذا المكان مع أبناء هذا البلد المبارك لكي نشهد نحن أيضا في بيوتنا في حياتنا على أهمية إيماننا وكيف نعيش إيماننا الحقيقي في أرض الواقع، بالرغم من صعوبة الظروف، بالرغم من الأشياء اللي عم نتحداها، هناك دائما أمل مع الله تعالى، الله الذي أعطى هذا النبي هذا القديس أن يكون صانع للمعجزات، أن يكون شاهد للبشارة، أن يكون محامي عن الفقراء والمحتاجين، هو ذلك القاضي العادل الذي وقف أمام الملوك ليعطي الحق لأصحابه. نحن على هذا المثل نسير في حياتنا الأرضية لكي نتشبه بالقديس والنبي إلياس، تماما كما كان يوحنا المعمدان يحضر طريق الرب، نحن أيضا عم نحضر طريق الرب ليسكن في داخلنا، ليسكن في حياتنا ويكون جزء لا يتجزأ منها. بتمنى لكم كل الخير وبركة ربنا وبركة هذا المكان المقدس والقديس النبي الياس، فلتكن معكم الآن وإلى دهر الداهرين. آمين.